بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنواصل معكم مدارسة كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثني أبي قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سفيان يرفعه قال: إن الميت لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي رحمه الله قال حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يقوم على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط فيقول: اللهم قيه عذاب القبر. لقد رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يقوم على المنفوس الذي لم يعمل ذنبا قط فيقول: اللهم قيه عذاب القبر. وهذان الحديثان كما سبق ساقهما المصنف رحمه الله للرد على الجهمية والمعتزلة وقبلهم الفلاسفة منكري عذاب القبر ونعيمه، مع أن أهل الكتابين اليهود والنصارى لا ينكرونه كما سبق في قصة عائشة وخبرها مع العجوز اليهودية التي تخدمها. وسماع الميت قرع نعال مشيعي ثابت كما جاء في الأحاديث الصحيحة، حديث أنس وحديث البراء بن عازب وأبي هريرة وعبد الله وعمر بن العاص رضي الله عنه قال: إذا أنا مت فامكثوا عند رأسي أو على قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، أستأنس بكم وأنظر بما أجيب رسل ربي. وهذا يدل أيضا على أن سؤال الملكين يكون بعد مواراة التراب على جسده مباشرة، حتى إنه إذا أقعد ليسمع قرع نعال مشيعيه راجعين. والميت يتبعه ثلاثة: يتبعه أهله، ويتبعه عمله وماله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يبقى عمله معه، فإن كان عملا صالحا فيا حظه ويا سعده، وإن كان غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويرجع أهله، فزوجه قد تتزوج من بعده إذا خرجت من عدتها، وولده يتفرقون في الأرض، ويرجع ماله فيتقاسمه ورثته. وفي خبر سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى أبا هريرة في نفس صغيرة في فرط قال فيه الذي لم يعمل ذنبا قط، يعني من أنه فرط صغير، اللهم قيه عذاب القبر. وسبق أن عذاب القبر أنواعه كثيرة، فالضمة لا يسلم منها أحد، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ، وهذه لم يسلم منها أحد من المكلفين خلا الرسل عليهم الصلاة والسلام، فاختلف في وقوعها عليهم اختلافا لا طائل تحته. وأما من دون الرسل فلم يسلم منها أحد، لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. النوع الثاني عذاب منقطع، وهذا بحسب حال الذنب والمعصية. النوع الثالث عذاب دائم، وهذا لأهل الكفر والنفاق، فإن عذابهم في القبور عذاب دائم، وعذاب القيامة أشد. فلهذا شرع لنا دعاء لأنفسنا ولغيرنا ندعو بأن يقينا الله ويقي من نصلي عليه عذاب القبر وعذاب النار. نعم.
قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط لبني النجار فسمع صوتا من قبر، فقال: متى مات صاحب هذا القبر؟ قالوا: مات في الجاهلية. قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. نعم. قال: حدثني أبي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: سمع قاسم الرحال أنسا يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم خربا لبني النجار كأنه يقضي حاجة، فخرج إلينا مذعورا أو فزعا، اللهم صل وسلم، وقال: لولا أن لا تدافنوا لسألت الله عز وجل أن يسمعكم من عذاب أهل القبور ما أسمعني، اللهم صل وسلم عليه. وهذا الحديث حديث أنس غير حديث ابن عباس، فإن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بغلته على قبرين، وكادت البغلة أن تلقي برسول الله، قال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ألا إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية: لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس في النميمة، خرجاه في الصحيحين. ثم دعا صلى الله عليه وسلم بجريدة نخل فشقها نصفين، فجعل على هذا نصف على هذا نصف، قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. وليس في الحديث ما يستدل به بعض الناس من أخذ عصيب نخل أو غصن زيتون فيضعونه على قبور الموتى. النبي إنما فعله لسبب أكشفه وأعلمه الله به وكشفه الله له، ولم يكن هذا من سنته في دفن من دفن في البقيع وفي غيره. ثم إنهم توسعوا حتى جعلوا على القبور وفي زياراتها الزهور والورود تشبها بالكفار وتعظيما وتفخيما لشأن القبر وأهله. حديث أنس هذا لا، أنه مر في بعض الخربات لبني النجار فذهب يقضي حاجته، لو علم أن الذي ها هنا قبر ما قضى عليه الحاجة صلى الله عليه وسلم، ولو كان القبر قبرا مشرك. ثم خرج عليهم فزعا، لأن من سنته وعادته إذا ذهب يقضي حاجته ذهب بعيدا حتى يغيب عن أعينهم، فجاءهم مذعورا خائفا، قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمعني من عذاب القبر. وهذا فيه إثبات لعذاب القبر، وفيه أن الله عز وجل حجبه عن المكلفين من الإنس والجن لحكم، منها أن لا يتدافنوا كما جاء في الحديث، مع أن العذاب والنعيم في القبر منسوب إليه، لأن أكثر الخلق أكثر هؤلاء يقبرون، وإلا فهو للبرزخ. وما كشفه الله لرسوله هذا من خصوصيات النبي، أن الله يكشف له من الغيب ما لا يكشفه لغيره، اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والجبن والهرم والبخل وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقد جاء هذا وهو في الصحيحين فيما يدعو به عليه الصلاة والسلام دبر صلاته قبل سلامه، فجاء التعوذ من الأربع: عذاب جهنم، عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. وجاء التعوذ من الخمس: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأن أرد إلى أرض العمر، ومن عذاب في القبر، ومن عذاب في النار. فهذا إثبات لعذاب القبر. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والبخل والجبن، وأعوذ بك من عذاب القبر. وقد ذكر فتنة المحيا والممات. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم.
قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والبخل وعذاب القبر. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم حائطا من حيطان المدينة لبني النجار، فسمع صوتا من قبر فسأل عنه: متى دفن هذا؟ قالوا: يا رسول الله، دفن هذا في الجاهلية. فأعجبه ذلك، فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر. اللهم صل وسلم عليه. لماذا أعجبه ذلك؟ أنه ما كان من الأمة، أنه ليس من أهل الإيمان، وإنما من أهل الجاهلية، وهذا من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته على أمته، ألا يكون المعذب من أمته، وإنما من أهل الكفر، من الأمم قبله. اللهم صل وسلم عليه، يعني في الجاهلية. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والجبن والبخل وفتنة الدجال وعذاب القبر. وهذا كما سبق في دعائه قبل سلامه في الفرض والنفل. نعم. قال رحمه الله: حدثني يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن عبد الله بن بحير القاص عن هانئ مولى عثمان قال: كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا؟ قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه ثم قال: استغفروا لأخيكم وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يسأل. هذا إسناد جيد، وفي قول عثمان رضي الله عنه هذا مما له حكم الرفع في قوله: إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فإنما بعده أيسر. ما ليس معنى أنه أهون، ولكن لأن ما في القبر علامة على ما في الآخرة، وإلا عذاب الآخرة أشد، لأنه على الروح وعلى الجسد جميعا. قول ما بعده أيسر منه أن يعلم شأنه في ذلك، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه، هذا يفسر هذا المعنى. ثم ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه برهة وقال: استغفروا لأخيكم، يعني ادعوا الله له بالمغفرة. وليس معنى استغفروا ما يفعله بعض العوام، يقول: استغفر الله وأنوي بها عن فلان على جهة الذكر. لا، استغفروا يعني ادعوا له بالمغفرة وسألوا له التثبيت، اللهم ثبته. وفي هذا قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، يعني حال السؤال في القبر، فإنها حياة دنيا بالنسبة للأحياء، وبالنسبة للمقبور لم ينتقل بعد الانتقال الكامل للآخرة، بل هو في البرزخ الآن، في أول مراحل البرزخ. نعم. قال حدثني وهب بن بقية الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: بينما نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على بغلة له، فحادث به بغلته، فإذا في الحائط أقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعرف هؤلاء الأقبر؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: ما هم؟ قال: ماتوا في الشرك. فقال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله عز وجل أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار وعذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: تعوذوا بالله من فتنة الدجال. هذا الحديث في صحيح مسلم، ومروره عليه الصلاة والسلام بحائط من حيطان بني النجار. بني النجار
هم فرع من الخزرج، وهم أخوال أبيه صلى الله عليه وسلم، وهم الذين دل الله رسوله إلى أن ينزل فيهم. فإنه لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام مهاجرا ومعه أبو بكر، ما مر على حي من أحياء الأنصار إلا وأخذوا بخطام ناقته ودعوه إلى أن ينزل فيهم، هلم إلى المنعة، هلم إلى النصرة يا رسول الله، وهو يقول دعوها فإنها مأمورة. حتى أتى على منازل بني النجار، ومنازلهم موضع المسجد الآن، المسجد النبوي. فأتت الدابة فبركت ثم قامت وتقدمت قليلا ثم رجعت إلى مكانها فبركت فيه. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنها مأمورة، أي بأمر الله لها. فنزل من على راحلته وهي العظبة في منازل بني النجار، فبمجرد نزوله جاء أبو أيوب رضي الله عنه، وهذا من فقهه، فأخذ رحله عليه الصلاة والسلام فأدخله بيته. فتنازع نبينا بنو النجار، كلهم يقول هلم إلي، فقال عليه الصلاة والسلام قولا صار مثلا المرء مع رحله. فنزل أبو الدرداء وأهله في العلية، المكان العالي مثل الدور الثاني، والرسول صلى الله عليه وسلم في الأسفل، ثم جعلوه في الأعلى لئلا يكون فوقه، وهذا من فقهه وأدبه رضي الله عنهم، إلى أن بنى عليه الصلاة والسلام حجراته فنزل فيها. في حوائط بني النجار مر على أقبر، أقبر جمع قبر، وقبر تجمع على قبور وأقبر، فعل على فعول وأفعل، فسأل عنها فقيل إنها من قبور أهل الشرك، فحمد الله أنها ليست في أمته، ثم قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. وهذا في إشكال، هل امتحان القبر خاص بهذه الأمة لقول إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أو أنه عام؟ أشار إلى هذا شارح الطحاوي رحمه الله، قد مر ذلك علينا، وفي موضعه ذكرنا أن الراجح أن سؤال القبر وعذابه ليس خاص بهذه الأمة، وإنما هو لهذه الأمة ولغيرها، كما جاء عند اليهود أن الناس يفتنون في قبورهم ويستعيذون بالله من عذاب القبر. وقول إن هذه الأمة لكمال الشفقة منه على أمته، لكمال شفقته على أمته، وربما التمس منه أن كثيرا من هذه الأمة يكتفى بما يأتيه في قبره عن الآخرة، فيكون هذا مما يعجل له، وهذا فيه ما فيه من حيث النظر. وعلى كل حال فالابتلاء في القبر واقع، ولم ينكره إلا أهل الضلال من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة، وأهل الإيمان مقرون به مثبتون له. فنعوذ بالله من سوء المنقلب، ومن عذاب القبر وعذاب جهنم، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. نعم. ما يمكن أن يقال يا شيخ الأمة مقصود فيها أمة الدعوة؟ لا، إذا قلت أمة الدعوة كأنك تخرج أمة الإجابة، فهذا واقع وهذا واقع. فمجموع النصوص القبر مراتبه في عذابه كالتالي: الضمة لا يسلم منها أحد، وعذاب منقطع لأهل الذنوب والمعاصي من هذه الأمة ومن غيرها، وعذاب دائم لأمة الدعوة الكفار الذين لم يستجيبوا لله ولا لرسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. حسن الله إليك شيخ، أمة الدعوة ما تكون أعم من أمة الإجابة؟ بلى، يعني أمة الإجابة تدخل في أمة الدعوة. تدخل، نعم، لكن هذا لقول أمتي إن هذه الأمة كان إشارة إلى أمته فقط. طيب أمة موسى وأمة عيسى، ثبت في ما سبق الأدلة أن اليهود كانوا يؤمنون بعذاب القبر، وهذا مما جاءهم من إين؟
من شرعة موسى عليه الصلاة والسلام. نعم السلام الله عليه. ذكرناهم وفي هذا المجلس كررناهم 3 مرات، فلاسفة والجهمية والمعتزلة، هؤلاء منكرة لعذاب القبر من الطوائف المنتسبة إلى الملة. أما المشركون والملاحدة هؤلاء ما أقروا بالبعث كلية. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل نخلا لبني النجار فسمع صوتا ففزع فقال: من أصحاب هذه القبور؟ قالوا: يا نبي الله، ناس ماتوا في الجاهلية. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة الدجال. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، وإن المؤمن إذا وضع في قبره أتاه ملك فسأله: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال: فيقول: عبد الله ورسوله. قال: فما يسأل عن شيء غيرها، فينطلق به إلى بيت كان له في النار فيقال: هذا بيتك كان في النار، ولكن الله عز وجل عصمك ورحمك فأبدلك به بيتا في الجنة. فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلي. فيقال له: أسكن، وإن الكافر إذا وضع في قبره أتاه ملك فيقول: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: كنت أقول ما يقول الناس. فيضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها الخلق غير الثقلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حديث أنس مطابق لما سبق في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الوهاب قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفق نعالهم، فيأتيه ملكان فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقال له: انظر إلى مقعدك في النار، قد أبدلك الله عز وجل به مقعدا في الجنة. فيراهما جميعا. الله المستعان. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن عبد الله بن مخارق عن أبيه. كذا عندك أبو العميس؟ نعم، هذا هو الصحيح، هو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. نعم. عن عبد الله بن مخارق عن أبيه عن عبد الله في قوله تعالى: فإن له معيشة ضنكا، قال: عذاب القبر. بالله من عذاب القبر. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبيه عن خيثمة عن البراء بن عازب قال رضي الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. ويضل الله الظالمين. نعم. ويفعل الله ما يشاء. نعم. قال: نزلت في عذاب القبر. صلى الله عليه وآله. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا هشيم عن العوام عن المسيب ابن رافع في قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، قال: نزلت في صاحب القبر. صلى الله عليه وآله. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما نخلا لبني النجار فسمع أصوات رجال من بين النخل ماتوا في الجاهلية يعذبون في قبورهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يأمر أصحابه أن يتعوذوا من عذاب القبر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا وقي فتنة القبر وأمن من الفزع الأكبر وغدي عليه وريح برزقه من الجنة وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. الله أكبر. هذا إذا ثبت، وإلا فيه باللهيعة والاختلاط الذي فيه
لكن فيه فضل الرباط، أن المرابطة في سبيل الله، والرباط يشمل الجهاد والزيادة والتربص للجهاد. ومن الرباط على الثغور أو على مصالح الناس وحفظ أمنهم، هذا كله من الرباط إذا نواه صاحبه. فإن من منافع هذا الرباط أن صاحبه يقى أو يوقى عذاب القبر، ويؤمن من الفزع، ويوضع عليه رزقه من الجنة، يكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة. ولهذا عظم شأن الرباط والثغور، وقامت فيها حواضر العلم لمسابقة السلف والعلماء إلى المرابطة، حتى صارت هذه الثغور حواض من حواضن العلم. أي نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مات صبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أفلت أحد من ضمة القبر أفلت هذا الصبي. نعم. وأصح منه: لو نجا أحد من عذاب القبر، إن القبر ضمة، لو نجا منها أحد نجا منها سعد بن معاذ. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على صبي أو صبية فقال: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة أنه دعا: اللهم قيه عذاب القبر، قيه عذاب القبر. إذن الضمة لا بد منها، والعذاب المنقطع تحت المشيئة، والعذاب الدائم واقع على من توعدهم الله به من أهل الكفر وأهل الشرك. نعم. وحدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا فضيل بن غزوان سمعه من نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعرض على ابن آدم مقعده من الجنة والنار غدوة وعشية في قبره. الله أكبر. هذا في الصحيحين: يعرض عليه مقعده من الجنة والنار غدوة، أي صباحا وعشيا. والصباح والعشي في الدنيا في القرآن: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، صباحا ومساء، أي بالنسبة للدنيا. وعرضه مقعده من الجنة ليفرح، ومقعده من النار ليزداد فرحه بأن الله أبدله به المقعد من الجنة. والكافر يعرض عليه مقعده من النار، لماذا؟ ليتأذى ويتعذب، ويزداد عذابه، تزداد حسرته إذا عرض عليه مقعده من الجنة وأن الله أبدله به هذا المقعد من النار. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن البراء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر عذاب القبر، قال: يقال له: من ربك؟ قال: فيقول: ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني بذلك المسلم. نسأل الله العظيم من فضله. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال: إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلس منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول:
أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ قال: فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. قال: حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى به إلى السماء السابعة، فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله عز وجل فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها أحسن الله إليك. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد البصر، ويأتيه رجل حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر نعم. إذا هذا حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما الطويل الذي سبق التنويه عنه، وأنه سيأتي بطوله، وهو أصل في هذا الباب، لأنه ذكر التفصيل في حال سؤال القبر للمؤمن وللكافر. والأحاديث الأخرى تكمل هذا الحديث. وقد قلت لكم غير مرة إن أبواب العلم فيها أحاديث أصول وأحاديث تأتي مكملة. فحديث البراء بن عازب هذا أصل في البرزخ، وهذا النوع الأول: إن العبد بأل العهدية، يا العبد المؤمن الذي عبد الله جل وعلا. وفي هذا تواضعه عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج في هذه الجنازة لرجل من الأنصار، ولم يذكر من هو، وإن كان في جمع الروايات قد يتبين، لكن لا طائل من ذلك، وإنما المراد مناسبة هذا الحديث. فبلغ القبر ولما يلحد له، فانتظر حتى يلحد، فالانتظار اليسير لا يضير، واللحد سنة ليس بواجب. معلوم أن اللحد يحتاج إلى عمل وانتظار، فتحصيل السنن مما لا يؤثر لا يضر. وكان من مناسبة هذا الانتظار للحد هذا الحديث الجليل الذي جاء بهذه المناسبة. وجلوسهم رضي الله عنهم كأن على رؤوسهم الطير، إجلالا من هذا الموقف واحتراما للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ما ذكر هذه الصفة إلا في هذا الموضع وأمثاله، لسماعه لخطبه لتعليمه يجلونه، لكن ليس كأن على رؤوسهم الطير، وإنما لم يملأوا أعينهم منه مهابة وإجلالا له عليه الصلاة والسلام. وهذه أنواع نعيم ثبتت لهذه الروح الطيبة بمجيء ملك الموت وملائكة الرحمة معهم، مسوح من مسوح الجنة وحنوط من حنوط، والحنوط مجموع الطيب الذي يطيب به الميت بعد غسلته الأخيرة. وخروج روحه بهذه الصفة، خروج روحه بهذه الصفة كأنها تسيل
كقطرة تسيل من فم السقاء بكل سهولة. ثم خروج هذه الرائحة الطيبة كأطيب بريح مسك، وتشيعها في كل من كل تشيعها السماء إلى سماء الدنيا، الملائكة إلى سماء الدنيا، وينادى بحب أسمائه، ويستفتح لها أبواب السماء فتفتح لها، وتشيعها من كل سماء ملائكتها. كل هذه أنواع تكريم وتنعيم لهذه الروح إلى أن تبلغ السماء السابعة. فهل تتجاوزها؟ الجواب الحديث إنها إذا بلغت السابعة. فيقول جل وعلا: أعيدي روح عبدي في جسده، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذه المدة متفاوتة فيما يتعلق بالدفن، فمن الأرواح من تدفن أجسادها مباشرة ساعتين ثلاثة، ومنها ما تتأخر، وليس هذا التأخر وهذا التقدم له علاقة بهذا التكريم، لأن عامل الزمن ها هنا يتناهى بما جاءنا في الوحي الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعاد روحه في جسده إذا كان جسده ممن يغسل ويكفن. من الأجساد ما تذهب كلها، لا يبقى لها أثر، سواء أكلها سباع أو أحرقتها المحرقات أو طارت في الهواء وتفرقت، فيكون هذا على الروح. فإذا جاءه الملكان أقعده، وهذا إيقاظ خاص لا علاقة له بالقيام الأخير للبعث، كما أن من التوفي ما هو توفي خاص، فيقعدانه فيسألانه. جاء في هذه الرواية 4 أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ في رواية أبي داود التي ساقها الشيخ هنا وغيره: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فعرفته، لأنه آمن بمقتضى ما في القرآن: محمد رسول الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الآيات الكثيرة: لأنذركم به ومن بلغ، وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين. جاء في رواية ابن حبان والحاكم وغيرهما: وما يدريك، وهي بمعنى وما علمك. يقول: قرأت كتاب الله فعرفته. أخذ من ذلك أن المؤمن يسأل 4 أسئلة في قبره، 3 رئيسية والسؤال الرابع تابع للسؤال الأخير. ولهذا لو قال أن الأسئلة في القبر 3 لا غضاضة على جهة الإجمال، لأن الرابع ما علمك وما يدريك تابع لماذا؟ للسؤال الثالث عن هذا الرجل الذي بعث فيكم. ثم يكون له هذا النوع أنواع من أنواع النعيم الذي يجددها الله عز وجل عليه. جاء في رواية فيقال له: نم نومة العروس. وهذا من باب التقريب لا من باب المماثلة والمشابهة من كل وجه والمطابقة، لا، لأن أهنأ ليلة للإنسان في الدنيا ليلة عرسه، هذه أهنأ ليلة له. حاله في القبر أعظم وأشد من هذه الحال، لكن قرب الشيء بأقرب ما يكون مما يدل عليه ليفهمه الفاهمون ويضرب به المثال المعروف المحسوس. نعم. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة، اخرجي إلى سخط من الله عز وجل وغضب. قال: فتفرق في جسده، فينتزعها كما ينتزع السفود من فتفرق، أي هذه الروح في جسده، على أنها منصوبة بأن مضمرة بعد الفاء. نعم. السلام عليك. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، أعوذ بالله، فيأخذها
فإذا أخذها لم ي... لم ي... وش السفود يا مجذوب؟ لا، ما له علاقة بالصوف ولا قطن ولا عهن. السفود لا، الصوف هو الصوف المبلول، ذكره في الحديث، انتزع السفود. السفود يطلق في اللغة على عدة أشياء، أشهرها عود الشواء الذي في نواحيه شعب، حتى إذا دارت باللحم ما يدور بوش، هذا يسمى سفود. ويطلق أيضا على عود القتاد اللي الشوك من جميع أطرافه. فهذا إذا لففت على هذا العود صوفا كيف ينتزع؟ صفة الصوف أنها تعلق بصعوبة، فإذا بللت هذا الصوف، الصوف إذا بلل انتشر، كان انتزاعه أشد ما يكون. وهذا تقريب لحال انتزاع روح الكافر والفاجر من جسده، كأشد ما يكون العياذ بالله، وهذا عذاب آخر، صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على ظهر الأرض، فيصعدون بها ولا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: وكذلك نجزي المجرمين، لهم من جهنم مهاد ومن فوقها غواش. طيب، حتى يلج الجمل في سم الخياط. ما الجمل؟ يطلق على هذا المخلوق المعروف البعير، سواء الإبل العربي ذات السنام الواحد أو الأعجمية ذات السنامين. هل يمكن دخول هذا الجمل في سم الخياط في ثقب الإبرة؟ ما يمكن. قالوا: وهذا تعليق للأمر بأمحل المستحيلات. يطلق الجمل أيضا في لغة العرب على حبل غليظ عريض تربط به السفن على فرضات المواني، هذا يسمى جملا. كيف تدخل هذا الجمل الحبل الغليظ في سم الخياط؟ ممكن ولا مستحيل؟ صحيح. مستحيل. هذا شأن روح الكافر، أن لا تفتح لها أبواب السماء ولا تدخل الجنة. وفيه دليل على أن النار ليست في السماء وإنما في الأرض السفلى، لأنها لا تفتح لها الأرواح لا حال البرزخ ولا بعد القيامة، صلى الله العفو والعافية. نعم. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله، هذا عذاب آخر. تطرح روحه من السماء إلى الأرض طرحا. الواحد إذا رأى في منامه أنه يهوي من مكان عالي فزع فزعا عظيما، فكيف بهذه الروح تطرح حقيقة لا مناما من السماء إلى الأرض طرحا؟ نعوذ بالله من الخذلان، استجير بالله من غضبه. نعم. فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها ها لا أدري. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة.
أعوذ بالله. وهذا حال من قبره حفرة من حفر النار، والعياذ بالله. في قوله هذا يومك الذي كنت توعد، أين الدليل على ذلك أنه وعد بهذا؟ ها يا مناحي، ها يا علا، أدلة كثيرة يا شيخ القرآن مثلها. مثل قول الله جل وعلا وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك. وفي الألف لام ميم صاد الأعراف، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهون، أي عذاب الهوان. ولأدلة أن معصية الرسل وتكذيبهم موجبة للهلاك، هذا منه، هذا من الوعيد الذي توعد به مكذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال رحمه الله حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المنهال عن أبي عمر زاذان قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما عازب قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد قال فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا معه فذكر نحوه وقال فينتزعها حتى ينقطع معها العروق والعصب. استغفر الله. قال أبي وكذا قال زائدة. الله المستعان، الله المستعان. نعم. قال حدثني أبي قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا المنهال بن عمرو قال حدثنا زاذان عن البراء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فذكر معناه إلا أنه قال ويمثل له رجل حسن الثياب حسن الوجه، وقال في الكافر ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب. قالوا وهذا فيه قلب الأعراض أعيانا، فإن الأعمال أعراض يقلبها الله إلى أعيان، والله على كل شيء قدير، كما يقلب الله الموت إلى عين على هيئة كبش. ولهذا ربي جل وعلا لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء، كل شيء عليه هين وكل أمر عليه سهل، لا يعجزه ولا يكرثه ولا يثقله سبحانه وتعالى. نعم. ها؟ الحسنات ها هنا يقلبها الله إلى هذه الصورة، صورة الشاب حسن الوجه. ها؟ حالة الميزان. نعم، في الميزان. نعم. الصلاة، ما رأينا صلاة مستقلة تمشي الحالة، الصلاة تقوم بالمصلي، والقراءة تقوم بالقارئ، والطاعة تقوم بالطائع، والمعصية تقوم بالعاصي، وهكذا. نعم. قال حدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمر قال خرجنا على جنازة فحدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه عنهما يومئذ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ثم رفع رأسه ثم قال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها ثلاث مرات، ثم قال إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا بعث الله عز وجل إليه ملائكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون منه مد البصر، فإذا خرج روحه صلى عليه كل ملك في السماء وفتحت له أبواب السماء فليس منه باب إلا يحب أن يدخل بروحه منه. الله أكبر. فإذا صعدوا بروحه قيل أي رب عبدك فلان، فيقال أرجعوه فأروه ما أعددت له من الكرامة فإني وعدته، منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى، وإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حين يقال
أجبنا يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فناداه مناد: صدقت، وذلك قوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ففيه تثبيتان: تثبيت في الدنيا وهو ما يكون في القبر، وتثبيت في الآخرة وهو ما يكون عند السؤال. ويا للعجب، فإنه من هذا تتعجب العقول السوية والفطر المستقيمة. يهتم الناس لاختبارات الدنيا اهتماما بالغا عظيما، والأسئلة فيها مجهولة غير معلومة، ويبذلون فيها هذا الجهد وهذا الوسع وهذا الاهتمام، الذي لو بذلوه في أسئلة القبر والآخرة لصلحت دنياهم وصلحت آخرتهم. أسئلة القبر معلومة والجواب عليها معلوم، وأسئلة الآخرة كذلك معلومة، وما أعظم تفريطنا فيها اهتماما بالعاجل وازدراء لهذا الآجل. لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله جل وعلا: أعيد روح عبدي في جسده فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى، إشارة إلى آية طه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها أي من الأرض، ويعادون فيها، ومنها نخرجكم تارة أخرى، كما وعد سبحانه بذلك. الله المستعان. نعم. ها؟ لا تعارض. الموت له سكرات، ومع ذلك خروج روح المؤمن هين، فإن السكرات ليست في خروج الروح، وإنما هو في شيء قبل هذا الخروج. فكان عليه الصلاة والسلام يغتم من حرارة المنازعة، وأمر أن يراق عليه من 7 قرب يتفصد عرقه، يقول: الله لا إله إلا الله، إن الموت سكرات، إن للموت لسكرات. هذا غير خروج الروح. أي نعم. نعم. ثم يأتي آت حسن الوجه طيب الريح حسن الثياب، فيقول: أبشر برحمة من الله وجنات فيها نعيم مقيم. فيقول: وأنت، فبشرك الله بالخير، ومن أنت؟ فوجهك الوجه يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، والله ما علمتك إن كنت لسريعا في طاعة الله، بطيئا عن معصية الله عز وجل، فجزاك الله خيرا. ثم ينادي مناد: أفرشوه من فرش الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيفرش له من فرش الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة. فيقول: يا رب، أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وإن الكافر إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا، أنزل الله عز وجل ملائكة غلاظا شدادا معهم ثياب من نار وسرابيل من قطران، فيحتوشونه، فتنزع نفسه من العصب والعروق، فإذا خرجت روحه لعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وغلقت أبواب السماء، ليس منها باب إلا يكره أن يدخل بروحه منه. ثم يقال: أي ربي، عبدك فلان لم تقبله أرض ولا سماء. فيقال: أرجعوه، فأروه ما أعددت له من الشر، إني وعدته، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قال: فإنه لا يسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين، حين يقال: يا هذا، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: لا أدري. فيقولان: لا دريت. ثم يأتيه آت قبيح الوجه منتن الريح قبيح الثياب، فيقول: أبشر بسخط من الله عز وجل وعذاب مقيم. فيقول: وأنت، فبشرك الله بشر، من أنت؟ وجهك الوجه يبشر بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إن كنت لسريعا في معصية الله عز وجل، بطيئا عن طاعة الله عز وجل، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، ما
معه مرزبة من حديد، لو اجتمع عليها الثقلان أن يقلوها لم يستطيعوها. هذا حديث عظيم، حديث البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنهما، واللائق بالمسلم أن يكثر من تدبره وأن يحفظه ويقرأه. وأهيب بأصحاب الفضيلة خطباء الجمع أن يعيدوه على الناس مرة بعد مرة، وكذا أصحاب الفضيلة أئمة المساجد وطلبة العلم والدعاة يعيدونه على الناس مرة بعد مرة حتى ترسخ معانيه في قلوبهم ويستعدوا له. يقرأه الأب على أولاده، والإنسان على قراباته وعلى إخوانه وجيرانه، حتى يوقنوا بمضامينه. فإنه حديث عظيم يأخذ بمجامع القلوب أخذه، صلى الله العفو والعافية. نعم. فيقول: أنا عملك الخبيث، والله ما علمتك إن كنت لسريعا في معصية الله عز وجل، بطيئا عن طاعة الله عز وجل، فجزاك الله شرا. ثم يقيض له أعمى أصم أبكم، معه مرزبة من حديد، لو اجتمع عليها الثقلان أن يقلوها لم يستطيعوها، لو ضرب بها جبل صار ترابا، فيضربه بها ضربة ثم يعاد فيه الروح، فيضرب بها ما بين عينيه ضربة سمعها من على الأرض ليس الثقلين، ثم ينادي مناد: أفرشوه لوحين من النار، ويفتح له باب إلى النار. نسأل الله العفو والعافية، أعوذ بالله من هذا الحال ومن ذلك المآل. نعم. قال رحمه الله: حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يونس بن خباب عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إلى جنازة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوهها الشمس، مع كل واحد منهم كفن وحنوط، فجلسوا منه مد بصره حتى إذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء، وفتحت أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه قبلهم، فإذا عرج بروحه قالوا: ربي عبدك فلان، فيقول: أرجعوه، فذكر الحديث بطوله إلى آخره. وفي هذا أن أهل السماء وحراسها يستبشرون بروح المؤمن أن تأتي فتدخل من جهتهم وتعبر منهم إلى السماء التي بعدها، وهذا هنيء لروح المؤمن أن يستبشر بها ويفرح بها ملائكة الله، وخسأة على روح الكافر والفاجر أنه لا يفرح بها إلا ملائكة غلاظ شداد، عياذا بالله. نعم. قال: حدثنيه أبي رحمه الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن المنهال عن زاذان عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد، فجلس وجلسنا. وهذا فيه حرص الإمام أحمد على لقي عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فإن عنده حديث معمر بن راشد وعنده عوالي من حديث سفيان الثوري، ولهذا لم تطب نفسه عن الإمام أحمد أن يأخذ منه لما لقيه في الحج، إلا أن يرحل إليه في صنعاء اليمن، يرحل إليه في صنعاء اليمن ليأخذ عنه هذا الحديث، فنفعه الله عز وجل به. نعم. قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل قال حدثني أبي عن عمه يعني محمد بن سلمة بن كهيل عن المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء بن عازب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فلما انتهينا إلى القبر وجدناه لم يلحد، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، والنبي صلى الله عليه وسلم
منكس ينكت في الأرض طويلة. منكس يعني رأسه، ينكت بعود معه يحرك به الأرض. نعم. ثم رفع رأسه فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات. ثم حدثنا: إن المؤمن إذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا. في قبل يعني في إقبال، في إعمال المصدر عمل فعله. أي نعم. جاءته ملائكة كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان وحنوط، فجلسوا منه مد البصر، فإذا خرجت نفسه بشروها، ثم صعدوا بها إلى السماء، فصعد كل ملك من السماء والأرض، فإذا انتهوا قالوا: ربنا عبدك قبضنا نفسه، فتفتح له أبواب السماء، كل باب منها يحب أن يدخل منه، فيقال لهم: ردوه إلى الأرض، فإني وعدته أن أعيده فيها وأخرجه، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فإذا ردت إليه نفسه إلى جسده سمع خفق نعالهم فيهش، فيقال: ما يا هذا؟ من ربك وما دينك وما من ربك ما دينك من نبيك؟ 3 مرات. ينتهره في الثانية، كل ذلك يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء: صدق عبدي. فيثبته الله عز وجل بها. قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر الحديث بطوله. كل هذه روايات حديث البراء. ليش نوع فيها الرواية ها هنا وأطال فيها؟ لإثبات أنها عقيدة راسخة قاطعة جاءت في الأحاديث من وجوه كثيرة تواترت، وللرد على هؤلاء المنحرفين فيها. وهكذا أهل السنة في مثل هذه المواضع يحشدون الروايات بروايات متعددة من طرق مختلفة للرد على هؤلاء المكذبين بهذه الأدلة. نعم. كأنه يا شيخ يسأل السؤال 3 مرات: من ربك ما دينك من نبيك؟ ويعيدها مرة أخرى وثالثة. محتمل أنه في بعض الأفراد يمكن مع الهول ما يستوعب السؤال من أول مرة، إنما نفس الأسئلة 3-4 أسئلة قد تكرر على من لا يستوعبها، قد يقتصر بها على من استوعبها. نعم. حسنا عليك. كذب في الدنيا وادع أنه الآن يقول ها لا أدري. ما الذي أنساه وأذهله؟ هول ما رأى في القبر، ولو كان في الدنيا أذكى الناس وأحذق الناس وأفطن الناس. نعم. صلى الله العفو والعافية. نعم. قال: حدثني إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا أبي عن أبيه عن سلمة عن عون بن أبي جحيفة قال: حدثني أبي قال: حدثني البراء بن عازب أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهما خرج مع رسول رضي الله عنهم. عندك البراء وأبو أيوب، هذا رواية صحابي عن صحابي. نعم. حدثني البراء بن عازب أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنهم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بكوز وضوء فجلس، وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تغيب عني في غيابات، ثم رجع، وقلت: أصب عليك الوضوء، وكان عند غيبوبة الشمس. فقال: هل تسمع يا أبا أيوب ما أسمع؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: قلت: وما تسمع يا رسول الله؟ قال: إني لأسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. واليهود كانت منازلهم في أطراف المدينة، خصوصا من جهة بطحان وجنوب المدينة، حرث بني قريظة ونواحيها. وكان عليه الصلاة والسلام من شأنه أنه إذا ذهب يقضي حاجته يغيب عن العيون. فقال لأبي أيوب، وكان هذا عند غروب الشمس: أتسمع ما أسمع؟ قال: ما تسمع يا رسول الله؟ قال: إن يهود تعذب الآن في قبورها. صلى الله العفو والعافية. وفي الأحاديث السابقة دليل على أن الموت هو مفارقة الروح، وهي النفس للجسد. مفارقة هذا لهذا يسمى موتا، وتجري عليه أحكام الموت. نعم. قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن المؤمن حين ينزل به الموت ويعاين ما يعاين ود أنها خرجت، والله عز وجل يحب لقاء المؤمن،
ويصعد بروحه إلى السماء، فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن موتاهم من أهل الأرض، فإذا قال إن فلانا قد فارق الدنيا قالوا ما جيء بروح ذاك إلينا، لقد ذهب بروح ذاك إلى النار أو إلى أهل النار. وإن المؤمن إذا وضع في القبر يسأل من ربك، فيقول ربي الله، فيقال من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال ما دينك، فيقول الإسلام ديني، ثم يفتح له باب في القبر فيقال انظر إلى مقعدك، ثم يتبعه نوم كأنما كانت رقدة، فإذا كان عدو الله عاين ما يعاين ود أنها لا تخرج أبدا، والله عز وجل يبغض لقاءه. وإنه إذا دخل القبر يسأل من ربك، قال لا أدري، قال لا دريت، قال من نبيك، قال لا أدري، قال لا دريت، قال ما دينك، قال لا أدري، قال لا دريت، ثم يضرب ضربة يسمعه كل دابة إلا الثقلين، ثم يقال له نم كما ينام المنهوش. قلت يا أبا هريرة وما المنهوش؟ قال الذي تنهشه الدواب هو الحيات. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه هكذا وشبك بين أصابعه. وفيه أن المؤمن يحب لقاء الله فيحب الله لقاءه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والكافر يبغض لقاء الله. قد يقول قائل أنا عندي خوف من لقاء الله لذنوبي. نقول هذا ليس من حال أهل الكفر، وإنما هذا من حال الخشية من الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يكفينا وإياكم ويقينا وإياكم عذاب القبر وعذاب جهنم وأسباب سخطه وموجبات عقوبته، وأن يمدنا برحمة منه في الدنيا والآخرة ويجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.